24 قطعة هدية. شوفهم شو سووا؟ شوفهم باو. أي واحد ياخذ هذا 100 قطعة شو ياخذ وياه؟ شو ياخذ وياه؟ سيت كامل 24 قطعة حمر. طبعا هذا هو يجي بي أشكال، تمام؟ سيت حمر راح يجيكم هدية باوعي. هذا تشيس ايش قد بيه؟ 100 تمام. احنا شو نطيق نطلع 100 بيه 25. تعرف انا هسه قمنا شو نطوي 100 نطي كامل 24 قطعة حمر هدية، تمام؟ مو بفلوس، هاي هدية، تمام؟ يعني هسه اليوم هذا وهذا ما فين 124 قطعة بيش ب 25000. يعني هسه هاي القطعة ب 1000 تمام، غير 24 قطعة بيش ب 24000. يعني هسه هاي طلعت فلوس، هذا بعد ال 100 قطعة عشان ايش وصل لك بلاش. يلا كاف نحتاج موظفين يكونون عندهم عقل، تمام؟ مو يجي واحد تخيلك يكون عندهم عقل، يعني بحيث يكون مسؤولف وياه يستوعب. نحتاج موظفين يثبتون طلبات، ومحتاج موظفين يردون على العالم. بس يكون يجيني واحد واعي كبير وفاهم، مو وحده تجيب واحد عمره 13 سنه و14 سنه تبي شغله وياك، مو يجي الشغل. ترى انا ما نبيع طماطم وخليه يوزن. اي يلا عين. ولد بنات اي كائن اي كائن، المهم يعرف يحكي حاكي شو ما يريد. معي وحده اثنين اللي رايده اللي يجيني يكون من هنا، مو كان بعيد، يكون من مدينه. ثلاثه اللي حابه اوضح له، والله حتى نسيت. المهم اللي حابه اوضح له يكون يجيني يفهم، يعني يعرف، تمام؟ مو يجيني واحد ما يعرف. تفضل كرام. لا حد يراسلنا، لا حد يخابرنا بخصوص الموظفين. اللي يريد خلي يجينا هنا نشوفه وبدون احراج، يفيدنا يفيدنا، ما يفيدنا ما يفيدنا. اوكي، العواطف بعد ما تشتغل، يعني خطيه وقاعد من الشغل، هاي الامور بتمشي عندي انا على باب الله هنا، وهذا مصدر رزقي، وعالم جاي تشكي انه ما حد جاي يرد عليها، فاريد ان عالم يكون قد المسؤوليه، وافضل انه يكون خريج او كذا، تمام؟ اموره طيبه، شغله زين، راتب حلو، بس اللي رايد انه من يجيني هنا يكون هو يفتهم بنيه ولد ما عنده مشكله. ويا ريت اذا يكون مشتغل بكوزمتيك او يعرف برنامج الوسيط يكون افضل.